وصولنا لكنيسة المهد وخاصة نيجي لنشوف الفسيفساء الأرضية اللي هي تحفة من التحف القديمة اللي موجودة من بداية بناء كنيسة المهد. هذه كانت من وقت قسطنطين وهيلانة، اللي بداية بناء الكنيسة كانت الأرضية كلها فسيفساء، ولكن بعد ما هدنا سنة 325 نعم 25 أو 35 25 بين 25 ل 35 هي فعلا أول جدار. هذه الفسيفساء من عام 325 نعم بعد الميلاد، بعد الميلاد. هيلانة وابنها قسطنطين نعم. عندما بنوا الكنيسة هل هذه أول كنيسة تبنى؟ نعم ولا؟ هي أول كنيسة، أول كنيسة تبنى في العالم، في العالم. نعم. عندما بنيت هذه الكنيسة على مغارة المهد نعم التي سمعناها، فهذه الفسيفساء من ذلك الوقت. نعم صحيح. فهي هاي البقايا اللي موجودة، وهذا الإثر اللي موجود، الشيء القديم الغالي اللي هو نحن بنفتخر في وجوده، لأنه ما فيش شيء هلا حاليا يعني تاريخ حضارة شيء فعلا موجود، إرث يعني قديم جدا نفتخر فيه بكنيسة المهد.